صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. اليوم في عنا تمارين جديدة رح نمارسها مع بعض، واتمنى الكل بالبيت كمان يمارسنا. ممكن تمارسوا تمارينكم اليوم ببوات رياضة أو بدون أي شيء بيريحكم، وأرضية تكون مريحة. تماريننا كلها حتكون على الواقف ورح تكون كتير مفيدة لأي حدا عنده أوجاع ظهر أو بده يقوي منطقة المعدة أو كامل الجسم، لأنه تماريننا رح تشمل كل عضلات الجسم. مشاركينا بحلقتنا اليوم هشام وسعد، وبتمنى كل النشامة بالبيت برضه يشاركونا. فرح نبلش بأول تمرين إلنا، نفس مبدأ السايد بلانك اللي بنعمله على الأرض رح نعمله على الواقف. رح نفرد إيد بجمنا، وبدياكم تحطوا الإيد الثانية على جنبكم على خصركم، وهاي العضلة اللي عم تشتغل هلأ نفس إجر الإيد الممدودة رح ترتفع عن الأرض، وإذا قادرين تسندوا حالكم بدون ما تمسكوا إشي رح نرفع إجرنا عن الأرض. وبدياكم قد ما بتقدروا تحاولوا تضغطوا كتافكم لتحت باتجاه الأرض، يكون في مسافة كبيرة بين دنيكم وكتافكم، وبنفس الوقت نشد معدتنا لجوا، نشد سرتنا باتجاه العمود الفقري. هلأ نفس الإجر المتنية رح نفردها قدامنا، نحاول نخليها مرفوعة عن الأرض. رح نرجع ظهرنا لورا ونرجع نميل لقدام، كمان مرة لورا ولقدام. هلأ إذا بتشدوا معدتكم لجوا رح تلاحظوا أن الحركة رح تكون سهلة وقادرين تتحركوا فيها. كمان أربعة زيهم، نرجع لورا شوي شوي، نطلع لفوق شوي شوي. وكمان واحدة، ممتازين. هلأ رح نريح إجرنا، نيجي للجهة الثانية نعمل نفس الإشي. ريحوا إيدكم على خصركم، ومن نرفع الإجر نفس الإيد نرفعها عن الأرض، ونبعد إيدنا عنا قد ما منقدر، نضغط الكف على للحيطة اللي جنبنا أو المسافة اللي جنبنا. شوي شوي نفرد إجرنا قدامنا ونريح إجرينا بجمنا. رح ننزل لتحت بظهرنا، نرجع نطلع لفوق. كمان مرة ننزل بظهرنا، تأكدوا تتنفسوا طول الوقت. رح نعمل كمان أربع زيهم، وإذا صعبة هون ممكن تخلوا إجركم مرتاحة على الأرض. آخر اثنين هون، ممتازين. رح نرجع لنفس الجهة اللي بلشنا عليها، وناخد كوعنا لعند ركبتنا، وحاولوا تخلوا إجركم مرفوع عن الأرض. نفس لبرا، كل ما نرفع ركبتنا لفوق. أربعة هون، ثلاثة، والإيد الثانية ممدودة بجمنا لسه. ممتاز. رح نفرد إيدنا بإجرنا قدامنا. هلأ نفس الحركات اللي عملناها من شوي، بس رح نضيف عليها إيدين زي كأنكم عم تسبحوا لورا، حركة دائرية بالإيدين للخلف. آخر وحدة زيها، رح نيجي للجهة الثانية، كوع لركبة، نفس لبرا بعدين لجوا. نفرد إجرنا قدامنا، حركة للخلف، دائرة كبيرة للخلف بإيدينا. هلأ هون بدياكم تمدوا لي إيديكم، ما تخلوهم متنين، والحركة كبيرة وجاي من الكتف، تانية خفيفة بالإجر اللي على الأرض. ممتاز. رح نفتح مسافة بين إجرينا، وناخد أصابع إجرينا شوي لبرا، نتني ركبنا، رح نحط إيدينا ورا راسنا وكوعنا مفتوحين على الآخر. مفروض ما تكونوا قادرين تشوفوا ولا واحدة من كوعكم. رح ننزل لتحت، نشد معدتنا لجوا، نرجع نطلع لفوق. فبدياكم تحاولوا تتخيلوا حدا عم بيطعنكم ببطنكم، فبدنا نطلع نفس لبرا لما ننزل لتحت بصدرنا. كمان اثنين زيهم. هلأ هون رح نمشي شوي أسرع، نفس لبرا ولجوا، ونضلنا محافظين على معدة قوية، نضلنا نشد بطننا لجوا كل ما ننزل صدرنا باتجاه الأرض. الكوع بضلهم مفتوحين. أربعة، ثلاثة، اثنين، آخر وحدة. رح ناخد إيدينا قدام صدرنا
ورح نلمس الأرض بالنص بالنقطة اللي بين إجرينا بالضبط، نلمس الأرض بإيد واحدة، الإيد الثانية بتفند للسقف، نرجع لمحل ما بلشنا، نبدل بين اليمين والشمال. هلأ إذا محتاجين تتنوا ركبكم شوي بيصير، وإذا قادرين تخلوهم مفرودين برضو بيكون أحسن. ننزل لتحت، الإيدين بيمشوا بعكس الاتجاهات، واحدة للأرض والتانية بناخدها باتجاه السقف. رح نمشي شوي أسرع، يمين نرجع للوسط وشمال، نفس لبرا لما ننزل لتحت. هلا رح نضل هون محل ما احنا، بتقدروا تاخذوا نظركم لفوق او تخلوه لتحت على الارض، الدوران من الخصر. أربعة ثلاثة اثنين، نرجع لفوق واحدة على كل جهة، واحدة يمين واحدة شمال. رح نضل على هاي جهة هاي المرة مع حركة صغيرة لتحت ولفوق. آخر أربعة زيهم هون، أربعة حاولوا تفتحوا صدركم قد ما بتقدروا. نطلع لفوق، رح نسند حالنا على إجر وحدة، ممكن تمسكوا حيطة بجنبكم أو كرسي. وهلأ رح ناخد إجرنا ورانا ثلاث مرات، ثلاثة اثنين، ونرفع ركبتنا لفوق. نرفع ركبتنا لفوق، نستعمل كل معدتنا مشان نشد إجرنا لفوق لعنا. لما بترجع إجرنا لورا بندفع بالكعب للخلف. هلأ بدي اياكم تاخدوا كوعكم لعند ركبتكم، نفس لبرا. وكمان وحدة زيها، ورح نفرد إجرنا ونفرد إيدنا ونخلي إيدنا قريب علينا وعلى نفس مستوى داننا. هلأ بدينا ننزل لتحت بصدرنا، نشد معدتنا لجوا، ورح نطلع لفوق شوي شوي. إذا صعبة خلي إجركم الخلفية مرتاحة على الأرض. نطلع لفوق كمان مرة، شوي شوي لتحت وشوي شوي لفوق. كمان أكمل وحدة زيها، ننزل لتحت ونطلع لفوق. آخر وحدة، رح ناخد كوعنا لعند ركبتنا، خليكم هون بس أكمل ثانية بدون ما نتحرك. بدنا نتني الركبة اللي على الأرض شوي، نشد معدتنا لجوا كمان شوي. هلأ رح نبلش نتحرك حركات صغيرة وسريعة. وننتقل للجهة الثانية، رح تتحرك إجنا لورا ثلاث مرات قبل ما نجيب ركبتنا للأمام. يلا مع بعض، ثلاثة اثنين واحد، نرفع ركبتنا. كمان أكمل وحدة زيهم. هلأ رح تلاحظوا في فرق كبير بين الجهات، فرق بالأداء، في جهة ممكن التوازن عليه أحسن وجهة تانية ممكن تحسوا حالكم مش قادرين توقفوا عليها منيح. هلأ رح نضيف عليها إيدين وناخد كوعنا لعند ركبتنا لما تطلع لقدام. طلعوا وراكم إذا بتقدروا مشان نستعمل عضلات معدتنا شوي أكثر. أربعة هون، اثنين، نفرد إجرنا نفرد إيدنا، شوي شوي رح ننزل بصدرنا لتحت للأرض. كمان مرة، فما بدنا نستعجل بهاي الحركة، نحاول نتحكم فيها ونركز على مدى الحركة وعلى كل العضلات الشغالة وإحنا شغالين.
آخر وحدة ننزل لتحت شوي شوي ونطلع لفوق. ممتاز. ناخد كوع لركبة مع هولد بدون أي حركة. هلأ رح نمشي أسرع هون. نرفع ركبتنا لفوق. طلع نفس لبرا. ونريح إجرينا على الأرض. رح نعمل دائرة كبيرة بركبنا. خلي معدتكم مشدودة لجوا. هلا رح ناخذ ايدينا لنفس الجهة. نفس الجهة. ايدينا بينزلوا لعند الاجر الامامية. بدي اياكم تخلوا نظركم يمشي مع تمشي مع ايدكم. نثني الاجر الخلفية. نخلي مسافة كبيرة بين اجرينا. رح نبدل على الجهة الثانية. ندفع بالكعب للخلف. نخلي نظرنا لأمام. نفتح صدرنا ونوزع وزننا بين الإجرتين. ممتاز. ريحوا حالكم. ريحوا إجريكم. هلأ من هون رح نخلي مسافة بين إجرينا على عرض كتافنا أو شوي أعرض. رح نرفع إيدينا فوق راسنا. هلأ من هون رح نتني لجهة ونرجع نطلع للوسط. النزلة بكل العضلات اللي موجودة حولين العمود الفقري. عضلات بطننا والجوانب والخواصر. فبدنا نخلي المسافة اللي بين إيدينا وراسنا ثابتة. أسرع شوي ننزل ونطلع. أربعة ثلاثة اثنين. رح نكبر الحركة شوي. نضيف علينا إجرنا. ما ننسى نضل ننزل لتحت باتجاه الأرض. نبدل على جهة ثانية شوي شوي. ننزل بخصرنا لتحت نرجع نطلع لفوق. كمان واحدة بطيئة. هلأ أجوني نفس التمرين بس أسرع. هلأ إذا تعبنا ما بدنا نوقف ولا بدنا نحبس نفسنا. نضيف عليها إجر. ضلكم تنفسوا. هلأ كتير مهم ما نخلي ولا واحدة من إيدينا تميل لقدام. الكتاف فوق بعض بخط مستقيم واحد. أربعة زيهم. أربعة ثلاثة اثنين. وآخر واحدة. خليكم هون. سكروا إجريكم على بعض. مدوا إيديكم باتجاه السقف. طولوا حالكم قد ما بتقدروا بدون ما نرفع كتافنا لعند إيدينا من الأرض. من كعب إجرينا لعند إيدينا لفوق. هلأ رح نعمل جامب من اليمين للشمال ونرفع الإجر الخلفية عن الأرض لما نتحرك. إيدينا رح يمشوا معنا كمان. نرفعهم لمستوى كتافنا. نحاول نعمل نفس الإشي بس نلمس الأرض هاي المرة. آخر اثنين زيهم. وآخر واحدة. ممتاز. رح نرفع كعبنا عن الأرض. نلف من اليمين للشمال. افتحوا مسافة بين إجريكم. إيدينا بيرجعوا ورا ظهرنا. ورح نطلع لفوق. نشد كتافنا لتحت.
مرتفع وإجل عن الأرض. خلي ركبكم مسكرين على بعض، اتفشوا الحوض للأمام. نبدل على الجهة الثانية. رح ندور ظهرنا للأمام، نسكر الإيدين على بعض، نزل دقنا باتجاه صدرنا ونبعد إيدينا عنا قد ما بنقدر. حنحط إيد على جنبنا والإيد الثانية بترتفع فوق راسنا. بدياكم بإيدكم اللي موجودة على إجركم تدفشوا وركم والحوض عكس اتجاه الإيد. نبدل على الجهة الثانية. ونريح اكتافنا لورا، دائرة كبيرة بالاكتاف لورا. ناخذها للأمام. افتحوا مسافة كبيرة بين إجريكم. رح نمشي لجهة واحدة، إجر متنية والثانية مفرودة. تأكدوا تكونوا قاعدين لورا. بدل على الجهة الثانية شوي شوي. رح نطلع لفوق، ناخذ نفس كبير لجوا، نرفع ايدينا فوق راسنا، خليكم رافعين ايديكم ونطلع النفس لبرا. هيك بنكون وصلنا لاخر حلقتنا. يعطيكم العافيه، ان شاء الله بنشوفكم بالحلقات الجايين، وكل سنه وانتم سالمين وكل عام واحنا ووطننا بألف خير. باي باي.